تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى نشرة الإخبارية المفصلة من فضائيات صلاح الدين. قال محافظ صلاح الدين الدكتور أحمد عبد العبد أن مدينة تكريت أحوج ما تكون الآن إلى تنفيذ بعض المشاريع الكبيرة تمهيدا لإدخال المحافظة في خطة الاستثمار المقبلة، مؤكدا أن بناء صرح كملعب صلاح الدين الأولمبي في مدينة تكريت يعد مكسبا لجميع أبناء المحافظة. كما أكد المحافظ استحقاق قضاء العلم إلى اهتمام خاص من الحكومة المحلية لما أبدوه من شجاعة ووحدة الصف، مبينا إعداد خطة استثمارية لهذا القضاء تشمل إنشاء ملعب دولي ومجمعات سكنية واطئة الكلفة، موضحا أنها ستدخل حيز التنفيذ بالتزامن مع تطبيق نقل الصلاحيات للمحافظة، الأمر الذي سيسهم بإنعاش البنى التحتية في عموم مناطق محافظة صلاح الدين.